من أبشع المواقف اللي عم يمرقوا فيها أهالي الضحايا كلهم. ليه عم تنزلوا قبضتوا؟ ليه ما عم تنزلوا قبضتوا؟ القاضي ليش ما نكفى القضية قابضين؟ وأبشع كلمة لما بيجوا بيقولوا لنا ما خلص اللي راح راح. العدالة بالنسبة لإلي بهيدا النهار قبل 6 و7 دقايق وآخذ خيي وأمشي. 235 ضحية، هيدا الرقم الإعلام بعده ما بين محطة ومحطة بيغلطوا بالرقم بكل بساطة. نحن 235 ضحية، يعني أمين منو رقم، أحمد قعدان منو رقم، محمد نور دوغان منو رقم، قيصر مرهج منو رقم. هيدول ضحايا، هيدول شهداء، هيدول ناس كانوا عم يتنفسوا، هيدول ناس لازم تحفظوا انه هيدول 235 ضحيه. بفتره 6 أشهر كنت موجوده بالمانيا، وفي لحظه مفصليه كانت بوقتها هي اتهام اهالي الضحايا بالشغب واعتقالهم. كانت نفسيتي كثير تعبانه عن جد، فعلا فعلا انا كثير تاذيت، تدمرت هنيك، حسيت حالي انا لازم اكون معهم. مطرح ما تعودنا نكون كلياتنا ايد وحدة كنت حابة يكون معه. يمكن هذا كمان من الاسباب اللي خلتني ارجع على لبنان، لانه ما قدرت اكون جزء لحالي منفصل عن اهالي الضحايا.